رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج. تنديد دولي بمقتل الناشطة الأمريكية بالضفة الغربية برصاص الاحتلال، ومنظمات تصف دمار جنين بالأشد في المنطقة. والجزائريون يدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات وخطوات زيادة حجم الانتاج من المنتجات البترولية، كذا ما يتعلق بإتاحة المخصصات المالية واللازمة لقطاع البترول. الاجتماع شهد استعراضا لخطة وإجراءات وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع البترول، كما تناول جهود وزارة البترول لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من كل من البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب، وكذلك الجهود المبذولة لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وما يتم إتاحته في هذا الصدد من محفزات من شأنها أن تسهم في جذب بالمزيد من الاستثمارات وتعظيما للفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات بترولية وتخفيض فاتورة الاستيراد. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود منظمة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس الماضي، وأكد مدبولي مجددا على ضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين التي يتم تلقيها ورصدها عبر المنظومة والرد على استفساراتهم المسجلة بشأن مختلف الخدمات الحكومية، مشددا على ضرورة اهتمام القيادات على كافة المستويات بمتابعة الشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها، سعيا لتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية وتحسين أداء الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من قادة القوات المسلحة وتقليدهم وسام الجمهورية من الطبقة الثانية. في كلمته أشاد الفريق أول عبد المجيد صقر بالمكرمين وإسهاماتهم في القوات المسلحة المصرية وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة والقدرات القتالية. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يوليو 2024، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما قدمته من مختلف أوجه الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما المدرسة العليا للوطنية وميدانا للتضحية والعطاء من أجل الوطن.
وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفان في أداء المهام المكلفين بها، مشيدا بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية، كما أكد على أن القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل. ووجه القائد العام للقوات المسلحة في ختام كلمته الشكر والتقدير لأسر القادة المكرمين، تقديرا لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء. توجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين. هذا ومن المنتظر أن تشهد زيارة عبد العاطي التباحث مع كبار المسؤولين الإماراتيين بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفع أوجه التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حيال مختلف التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. كما أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بعدد من رموز الجالية المصرية وبعض المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة. ترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير سامح أبو العنين ترأس الوفد المصري المشاركة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وقد ركزت الاجتماعات على تعزيز التعاون الاقتصادي ما بين البلدين وتوسيع مجالات الاستثمار والتجارة الثنائية، ذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد ما بين مصر والولايات المتحدة. وأكد السفير سامح أبو العنين خلال كلمته في الجلسات حرص مصر على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة بما يعزز من نمو الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، فيما أكد أن هذه اللجنة المشتركة تمثل منصة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصلحة الشعبين. نعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية المناضلة الأممية إيسينور إي جي التي ارتقت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتها في مسيرة سلمية ضد الاستعمار في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأكدت منظمة التحرير أن القتل العمد للمناضلة الأمريكية ذات الأصول التركية يؤكد على وحشية وعنف الاحتلال بحق الأبرياء من الشعب الفلسطيني. أشارت منظمة التحرير إلى أن هذه الجريمة تهدف لتخويف وقمع المتضامنين مع فلسطين، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تأتي ضمن سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحذرة من مخططات الاحتلال واعتداءاته الممنهجة والمستمرة، فيما طالبت الدائرة بضغط دولي حقيقي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وممارساتها المخالفة للقانون وللمواثيق الدولية. يأتي هذا فيما أدانت الخارجية التركية مقتل الناشط الأمريكي التركي إيسينور إي جي على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس. واعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية تحاول ترويع كل من يقدم الدعم للفلسطينيين، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين وداعميهم سيحاسبون بالتأكيد أمام المحاكم الدولية. اعتداءات واغتيالات واقتحامات
شهداء هنا وجرحى هناك. هذه هي الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين. ففي حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مع مرور 10 أيام منذ بدأت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على الضفة الغربية، قاتل الاحتلال ناشطة أمريكية من أصول تركية خلال مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث أقدم قناص إسرائيلي على إطلاق رصاصة في رأس الناشطة الأمريكية عائشة إزجي أدت لوفاتها على الفور. مقتل الناشطة الأمريكية أثار غضبا متزايدا للولايات المتحدة التي لم تكن المرة الأولى أن يقتل لها أفرادا على يد الاحتلال الإسرائيلي، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للشهر 11 على التوالي في مقتل رهينة أمريكي من بين 6 رهائن تم قصفهم بالطائرات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. وكان الرهينة الإسرائيلي الأمريكي هيرش بولين من بين الرهائن 6 الذين تم العثور على جثثهم في غزة. ولكن وصفت واشنطن وفاة الناشطة المتضامنة بالمأساوية فضلا عن فتح التحقيق، كما أدانت مصر وتركيا والعديد من الدول الحادث، مستنكرين ما أضحى يواجهه المجتمع الدولي من مأزق أخلاقي غير مسبوق نتيجة الفظائع التي ترتكب في حق المدنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار عقود طويلة. شهور مضت على العدوان خلف وراءه شهداء ومصابين، ومن قبلهم أحياء كالأموات يصعب حصر أرقامهم. ورغم ذلك فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه، فأضحى فيما يبدو يضحي بحياة أبنائه وأبناء حلفائه من أجل استمرار مشروعه السياسي بالابتزاز والتنكيل بعدما خانته الرؤية وضللته المطامع. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن حجم الدمار الذي خلفته القوات الإسرائيلية بعد انسحابها من مدينة جنين بالضفة الغربية كان واحدا من أطول وأشد التوغلات الدموية في المنطقة منذ سنوات. وتابعت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية تدهم بشكل متكرر مخيم جنين للاجئين، مشيرة إلى أن أحداث عملية عسكرية إسرائيلية كانت الأكثر كثافة في السنوات الأخيرة، حيث حوصرت العائلات في المنازل بدون طعام أو ماء أو كهرباء، فيما تمكن بعض السكان من الفرار، حيث طردت القوات الإسرائيلية بعضهم ودمرت المنازل التي فتشتها أو استولت عليها كقواعد لها، حسب ما أفادت الصحيفة، مبينة أن الدمار لم يقتصر على المنازل فقط، حيث قامت الجرافات الإسرائيلية المدرعة بمداهمة المركز التجاري في جنين، الأمر الذي جعل أجزاء من الطريق الرئيسي غير صالح للعبور تقريبا. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ذلك منذ نوفمبر الماضي. وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بعد 10 أيام من العدوان العنيف والمتواصل الذي أودى بحياة عشرات الشهداء والجرحى وخلف دمارا واسعا في البنية التحتية. قد تبدو تلك المشاهد لمدينة ضربها زلزال مروع يوما ما، وربما بطشت بها ويلات الحرب لشهور، لكنها مجرد عينة من بصمات محتل يؤرقه السلام أينما كان ويروي عطشه من دماء الأبرياء. 10 أيام فقط كانت كافية ليجعل الاحتلال الإسرائيلي من جنين ومخيمها نسخة مكررة من مدن غزة المنكوبة. مشاهد خراب ودمار طالت كل شيء في المدينة من مبان وطرقات وشبكات للمياه والكهرباء والصرف الصحي وممتلكات المواطنين الأحياء منهم والشهداء. فوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من جانبها أكدت أن الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية لسكان الضفة الغربية المحتلة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي. بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي بعد 10 أيام من المعاناة ومن المضايقات وتدمير البنية التحتية، يعني كنا احنا حاطين خطة في لحظة انسحاب الجيش الإسرائيلي شو بدنا نعمل، سواء كان لجنة الطوارئ أو خلية الأزمة الصحية
وفعلا كان عندنا اجتماعات متواصلة، صار عندنا اجتماعات قبلها واقتحامات قبلها وهدم قبلها، ولكن هذا الاجتياح هو الأكثر تدمير والأوسع تدمير والأكثر إيلاما للشعب الفلسطيني. وضع مأساوي يحتاج شهورا لإعادة إصلاحه وسنوات لمحوه من ذاكرة الإنسانية. وكيف ينسى العالم أو يتناسى ما طال جنين ومخيمها في عام 2002؟ ورغم كل ذلك كانت هذه الجرائم وستبقى محاولات فاشلة لمحتل يبحث عن نصر مفقود في قطاع غزة، وبات يترنح تحت وطأة مطامعه من أجل كسب المزيد من الوقت واكترار مزيد من دعم الحلفاء لكسر صمود شعب يتمسك بهويته وأرضه وإن تبقى منها أطلال. شفت أخوك يا ما شفت يا ما قال مدير وكالة المخابرات الأمريكية المركزية ويليام بيرنز أنه يتم العمل مع مصر وقطر على اقتراح جديد وأكثر تفصيلا لاتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة. وأضاف بيرنز أنه سيتم تقديم المقترح الجديد لحماس ولإسرائيل في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل مناسب وأن التوصل إلى صفقة تبادل يتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية لدى قادة الطرفين. يأتي هذا فيما أعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات 48 الماضية، أسفرت عن 61 شهيدة و 162 إصابة. وأشارت السلطات في غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40,939 شهيدا و 94,616 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. استشهدت طفلة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بسبب سوء التغذية ونقص العلاج، ليرتفع عدد الضحايا والذين استشهدوا بسبب سوء التغذية إلى 37 طفلة. وقالت مصادر طبية إن الطفلة توفيت نتيجة لسوء التغذية والجفاف ونقص الإمدادات. أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا على كافة المستويات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وطالبت المنظمات بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل كامل وإدخال المساعدات على الفور. كما أوضحت المنظمة أيضا أن هناك 40,000 نازحا يعيشون في كيلومتر واحد في مراكز إيواء وأوضاعهم صعبة للغاية، مشيرة إلى أن أكثر من 250,000 نسمة نزحوا خلال شهر أغسطس الماضي في ظل ظروف تزداد صعوبة وتعقيدا. مع دخول غزة عامها الدراسي الثاني بدون مدارس، فإن معظم أطفالهم محاصرون في مساعدة لأسرهم في النضال اليومي من أجل البقاء وسط الحرب الإسرائيلية المدمرة. وحرم بالفعل 625,000 طفل في سن الدراسة في قطاع غزة من عام دراسي كامل تقريبا، وأغلقت المدارس بعد أن شنت إسرائيل هجومها على المنطقة. كما تضررت أكثر من 90% من مباني المدارس في قطاع غزة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي.
الواحد اللي قدنا زي هيك بكون بيقرا في دول تانية بيقرا بتعلم، احنا لا احنا بنشتغل بنشتغل اشي فوق طاقتنا يعني بنقدرش الى هذا العمل غصبا عنا بنشتغل عشان نجيب يعني لقمة العيش. عندي غضروف مصاب حرب 2014 يعني مصاب حرب وعندي غضروف بقدرش اشتغل لحالي فبنطر اشغلهم الصغار وعلى عيني يعني بعيط عليهم وانا بشوفهم اليوم كلهم مزعات الليل بناموش بضل يتقلب طول الليل من, من من التعب والشقى بناموا من المغرب بناموا برتموا على الفراش زي الميت الواحد فيهم من التعب والشقى وديهم بعيطوا من ديهم ورجليهم كلهم مزعات بس ما عنديش وسيله يعني اروح نشحت في الشوارع. مستقبل الاولاد لا في قرايه ولا تعليم، هل قلت الاولاد تعال القرا السنه اللي فاتت راحت السنه نسي كله اصلا حيعيد لو بده ترجع المدرسه حيعيد من اول وجديد. بدل ما يكون انه تفكيره في تعليم وفي قرايته وايش بده يكون لما يكبر ايش بده يصير، صار انه على قد تكيه يوفر اكل لعائلته يعبي قنيه ميه يلم له ظرف نايلون عشان يولع نار، هاي بس صار عملهم في الحياه. الوضع اللي احنا بنعيشه عبء على الاب وعلى الام وعلى الطفل وعلى كل شيء في الحياه عندنا مفقود، يعني الناس يأساني من الحياه، يعني الموت افضل لنا من نعيش اللي احنا فيها. هذا الحياه من الاخر اليوم الكل بعاني من التشرد ومن قله النوم، والله ما بننام يمكن 10 دقائق في الليل تسمع خبطه هان، انت وانت نايم بتفكر عندك موت انت واطفالك في دقيقه. هذا ولا يزال الطلاب المسجلون بالتعليم العالي في قطاع غزة غير مطمئنين بشأن مستقبل دراستهم، حيث دمرت الهجمات الإسرائيلية 80% من الجامعات في القطاع. ملك الغول إحدى النازحات من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، وهي واحدة من حوالي 90,000 طالب جامعي تم إبعادهم عن فصولهم الدراسية، وعلى الرغم من ذلك وهذه الظروف الصعبة فإنها لا تزال مصممة على مواصلة تعليمها حتى مع تلاشي الآمال في وقف إطلاق النار. بنحاول إنه الحرب ما توقفنا، وأنا شخصياً الحرب ما توقفني ما توقف الحلم اللي أنا بديت فيه، يعني أنا بسنة تانية مفروض إني أكون كملت، ما فقدت الأمل، هذا ضليت مستمرة ضليت أحاول أعافر. كتير صعبنا في موضوع النت، سجلت المحاضرات وبديت هيني والحمد لله كملت ما وقفت. كانت كتير 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 تتعب في أول فترة، تروح على كافيتيريا الدار مشوار وترجع ونت إجا مجاش ضعيف قوي ما بعرف إيش، المهم توفر النت في منطقتنا والحمد لله. صعبة هي طبعا ساعة وغالية وإشي، لكن مش مشكلة، ساعة ساعتين إيش مكان إيش بدك بدي أوفر لك، لأنه حلمنا إنه تتعلم، إحنا حلمنا إنه أولادي يصير متعلمين، لكن برضو الحرب أقوى منه. مصرين على الحياة وحقنا في الحياة، من هذا المنطلق أنه يعني نحاول كجامعة الأزهر أنه احنا نستمر في العملية التعليمية قدر الإمكان برغم يعني عدم وجود مقومات لهذا الموضوع من كهرباء ومن اللي هو اتصالات ونت، وطلابنا طبعا الأعزاء نفس الشيء يعانون كثيرا في هذا الموضوع، نفس القضية اللي هو النزوح المستمر والمتكرر يعني عدة مرات، عدم وجود كهرباء، عدم وجود ماء، عدم وجود اتصالات، قلق، اضطراب، خوف من طبعا كل هذا الموضوع نحن في ظل الحرب. في اليوم 38 بعد 300 من بدء العدوان على قطاع غزة، لا يزال القصف مستمرا على القطاع فيما توقفت الشاحنات عن المرور عبر معبر كرم أبو سالم نظرا للعطلة الأسبوعية في إسرائيل. على صعيد آخر، تستمر المرحلة الثانية لحملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال التي تنتهي يوم غد الأحد. المزيد يطلعنا عليه الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري.
الحرب على غزة تدخل يومها رقم 338 وسط تعنت إسرائيلي متصاعد ووتيرة حصار متزايدة ومتعنتة على الشعب الفلسطيني في غزة، مع إعلان الضفة الغربية أيضا منطقة ومسرح عمليات لتكون الحرب ضد الفلسطينيين حربا شاملة في كل الأرض الفلسطينية. في يومنا هذا الذي بدأ صباحه باستشهاد 4 من الفلسطينيين في قصف استهدف تجمعا للمواطنين في وسط غزة، هذا القصف الإسرائيلي المتواصل الذي لا يهدأ ولا يعتبر لأي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية على القطاع، فيستهدف الكبير والصغير والشيخ والمرأة والمصاب والمريض، الجميع مستهدف، لا يستثني من ذلك بيتا ولا دور عبادة. ويتزامن هذا القصف أيضا في دخول المرحلة الثانية من عملية تطعيم الأطفال الفلسطينيين دون سن 10 إلى يومها قبل الأخير، التي تستهدف 340 ألف طفل فلسطيني دون سن 10، وتبدأ من يوم التاسع المرحلة الثالثة، والتي تستمر حتى 11 من سبتمبر الجاري المرحلة الثالثة والأخيرة لتطعيم الأطفال الفلسطينيين دون سن 10 من مرض شلل الأطفال، والذي يستهدف في مرحلة الثالثة نحو 150 ألف طفل فلسطيني، وذلك بعد رصد أول حالة من مرض شلل الأطفال والذي تم القضاء عليه منذ أكثر من 25 عاما. تتوقف الشاحنات لدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم اليوم بسبب أن اليوم السبت هو يوم عطلة في إسرائيل، ولكن القصف لا يتوقف. باسم أبو العينين، التلفزيون المصري، مدينة العريش. أكد حزب الله اللبناني قصف موقع حدب يارون الإسرائيلي بقذائف المدفعية وقاعدة جبل نيرية الإسرائيلية بدفعات من صواريخ الكاتيوشا. وأضاف حزب الله اللبناني أنه قصف قاعدة جبل نيرية، وهو مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء جولاني بصيلات من صواريخ الكاتيوشا. من جانب آخر، تعرضت بلدة عيتا الشعب في النبطية بجنوب لبنان لقصف مدفعي متقطع مصدره المرابط الإسرائيلية المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أن طائراتها دمرت طائرة مسيرة قتالية ومركبة دعم واحدة في منطقة خاضعة لقوات الحوثي في اليمن خلال 24 ساعة الماضية، حيث كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن قواتها تمكنت من تدمير نظام صواريخ لقوات الحوثي بعد أيام من تدميرها نظامي صواريخ وطائرتين مسيرتين في اليمن. أدلى المرشحون الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية بأصواتهم في العملية الانتخابية التي انطلقت اليوم. يأتي ذلك فيما يوصل الناخبون الجزائريون في التوجه إلى صناديق الاقتراع، وذلك لاختيار رئيس للبلاد لمدة 5 سنوات من بين 3 من المرشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني
شريف. ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر، مع إمكانية تمديدها في بعض المناطق لساعة أو ساعتين حسب ما تقرر السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات. تنتظر الرئيس الجزائري المقبل تحديات داخلية وخارجية عدة، فداخليا هناك ملفات شائكة تهم المواطن الجزائري وعلى رأسها البطالة وزيادة الأجور ووقف التضخم. كما تبرز أيضا تحديات خارجية، منها الهجرة غير الشرعية وعلاقات الجزائر الخارجية مع عدد من الدول. الانتخابات الرئاسية في الجزائر تعتبر نقطة تحول حاسمة وسط التطورات والمتغيرات السياسية والإقليمية والعالمية التي تعد من أبرز التحديات التي ستواجه الرئيس المقبل. وفي السباق الانتخابي للقصر الرئاسي بالجزائر يتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد العالي شريف، والأمين العام لحزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف في أوشيش. ومع انطلاق ماراثون الانتخابي بين المرشحين الثلاثة لاستقطاب الناخبين للتصويت على برامجهم، يسيطر على المشهد الانتخابي عدد من الملفات التي تهم المواطن الجزائري، ومن أهمها القضاء على البطالة وزيادة الأجور وتقوية القدرة الشرائية ووقف التضخم، كذلك توفير السكن الملائم والكثير من المشكلات التي انخفضت حدتها إلا أنها تشغل بال المواطنين، ومن بينها تحقيق الأمن الغذائي والمائي.
ويتساءل الشارع في الجزائر حول مدى قدرة رئيس ما بعد 7 سبتمبر الجاري على تلبية متطلبات الشعب والبلاد في ظل ما تم إنجازه وما ينتظر، حيث هناك وعود اقتصادية بتحقيق تقدم في الأعوام القادمة، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية التي تزايدت هذا العام بصورة كبيرة. وفيما يخص التحديات الخارجية، فإن هناك محيطاً إقليمياً متفجراً في الجنوب، فضلاً عن مشاكل الوضع الأمني بدول جوار الجزائر وبخاصة ليبيا ومالي، وارتفاع مستويات التهديدات الإرهابية. أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن روما لن تتراجع عن قرار دعمها لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الجمود الحالي في الحرب أظهر أن رد الغرب على الهجوم الروسي على كييف كان هو الرد الصحيح. جاءت تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية بعد اجتماعها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على هامش منتدى اقتصادي في شمال إيطاليا. وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية أن لدى الصين والهند دورا يتعين أن تلعباه لحل الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن خيار دعم أوكرانيا في المقام الأول هو خيار للمصلحة الإيطالية. حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الحلفاء العسكريين على تجاهل الخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو والسماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية. كما تعهد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز وجهاز المخابرات البريطانية ريتشارد مور، تعهد بتعزيز تعاونهما لدعم أوكرانيا ضد روسيا. يبدو أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لا يكل ولا يمل من طلب الدعم بالأسلحة، رغم إعلان واشنطن ولندن عن عزمهما تقديم مساعدات أمنية جديدة بنحو نصف مليار دولار. وخلال اجتماع في ألمانيا لمجموعة رامشتاين التي تضم نحو 50 دولة تزود أوكرانيا بالأسلحة، دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الغرب إلى تزويد بلاده بمزيد من السلاح من دون تأخير. كما حث الرئيس الأوكراني الحلفاء العسكريين على تجاهل الخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو والسماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من جانبه تجاهل المطلب الأوكراني في ختام اجتماع رامشتاين، مشيرا إلى أن ساحة المعركة الحالية أظهرت أن روسيا نقلت طائرات معينة تستخدم قنابل انزلاقية خارج نطاق مدى أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى أتاكامز الأمريكية. على الناحية الأخرى، تعهد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز وجهاز المخابرات البريطانية ريتشارد مور بتعزيز تعاونهما لدعم أوكرانيا ضد روسيا، مشيرا إلى أن ذلك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرين إلى أن الجهازين سيواصلان مساعدة المخابرات الأمريكية. وعلى المستوى الميداني، فهناك تناقض تام بين تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التقدم الروسي في دونيتسك ووقف الهجوم الأوكراني على كورسك، وبين زعيم قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي أن التوغل في منطقة كورسك بجنوب روسيا ناجح، وأن روسيا لم تحقق أي تقدم في قطاع رئيسي من الجبهة الشرقية منذ 6 أيام. وشنت روسيا مؤخرا أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أوائل عام 2022.
قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدانكو أن اقتصاد بلادها يظهر مرونة. وأشارت الوزيرة الأوكرانية إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في يوليو الماضي بنسبة 2.7% من حيث القيمة السنوية، مضيفة أن معدل النمو الاقتصادي البالغ 4% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 يتماشى حاليا مع توقعات الحكومة. بدأت الاستعدادات لأول مناظرة تلفزيونية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كاميلا هاريس، والتي ستقام في 10 سبتمبر في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا. وبنسلفانيا هي إحدى الولايات المتأرجحة التي لها القول الفصل في كثير من الأحيان في من يسكن البيت الأبيض خلال الأربع سنوات القادمة. لا تزال الولايات المتأرجحة هي الرقم الصعب في معادلة السباق إلى البيت الأبيض مع انطلاق عمليات التصويت بالبريد في إحداها وهي كارولينا الشمالية. 7 ولايات متأرجحة قد تغير مسار السباق الرئاسي، هي إلى جانب كارولينا الشمالية، ميشيغان، ويسكونسن، بنسلفانيا، جورجيا، نيفادا وأريزونا. وبات معلوماً أن ترامب وهاريس ليسا المتنافسين الوحيدين، فمع بدء التصويت في كارولينا الشمالية ظهرت أسماء 5 مرشحين، هم مرشحة الحزب الأخضر جيل ستاين، ومرشح حزب العدالة للجميع كورنيل ويست، ومرشح الحزب الليبرتاري تشيس أوليفر، ومرشح الحزب الدستوري راندل تيري، والمستقل روبرت كينيدي جونيور الذي تقدم للترشح تحت اسم حزب نحن الشعب. ظهور هذه الأسماء أثار قلقاً في الأوساط الديمقراطية والجمهورية من أن يؤثر هؤلاء المرشحون الهامشيون على حظوظ مرشحي الحزبين الرئيسيين خصوصا في الولايات المتأرجحة. ومع انطلاق التصويت المبكر في كارولينا الشمالية، تعتمد هاريس على الفوز بهذه الولاية عبر الأمريكيين من أصول أفريقية والشباب، بعد أن أعاد ترشيحها تحفيز هاتين الفئتين الانتخابيتين. وفاز ترامب بولاية كارولينا الشمالية في انتخابات 2020 بفارق ضئيل. في سياق متصل، أرجى القاضي المشرف على الدعوى المقامة ضد ترامب بتهمة تزوير وثائق للتستر على قضية أخلاقية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فيما يمثل انتصاراً للمرشح الجمهوري. رغم تقارب استطلاعات الرأي بين هاريس وترامب، إلا أن السباق إلى البيت الأبيض لا يزال يكتنفه الغموض ويحمل الكثير من المفاجآت. We will make America great again. Thank you very much, Spencer. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أرسلت دفعة جديدة ضمت مئات البالونات المحملة بالنفايات باتجاه الجنوب. أتت هذه الدفعة الجديدة من البالونات على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كاشيدا إلى كوريا الجنوبية، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس يون سوك يول. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترات المسائية إلى الساعة 7:30 مساء خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025. وأوضح المركز أن المدارس التي ستعمل بنظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وفقا لطبيعتها وظروفها سيكون نهاية اليوم الدراسي في الفترة المسائية فيها الساعة 5:30 مساء، مناشدا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. قال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قال إن هناك فجوة ما بين التشريعات الإسلامية المتعلقة بترشيد المياه
وبين سلوك بعض المواطنين على أرض الواقع. جاء ذلك خلال استقباله وزير الأوقاف أسامة الأزهري ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، وذلك لمناقشة سبل رفع الوعي بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، حيث طلب وزير الأوقاف بتحويل كلمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في المؤتمر الرابع لوزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي في العام 2018، طالب بتحويلها إلى كتيب صغير لتعميم الاستفادة منه. ومن جهته أشار وزير الري إلى ضرورة تعاون كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة في رفع الوعي بأهمية المياه والإعداد لإطلاق حملة توعوية كبرى خلال الفترة القادمة. أعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 21 إلى 25 من أكتوبر لعام 2024. يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمشروعات القومية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث يمثل المؤتمر العالمي ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية، ويتوافق كلاهما مع رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني. أكد وزير البترول كريم بدوي أن قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع أوجه العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية في ظل الجهود الجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة. جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدا من شركة مبادلة الإماراتية للطاقة برئاسة الشيخ منصور الحامد الرئيس التنفيذي للشركة، فيما شهد اللقاء استعراض أنشطة متبادلة مع الإمارات في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر من خلال مشاركتها في مناطق مهمة بالبحر المتوسط متمثلة في منطقة امتياز
حقل ظهر وحقل نور، علاوة على قطاع رقم 4 بالبحر الأحمر. تناول اللقاء المزايدة العالمية الأخيرة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز، وذلك في 12 منطقة، حيث أبدت الشركة الإماراتية اهتمامها بتلك المزايدة. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن الحكومة حريصة على دفع الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال لقائها قيادات شركة NA Capital و NA للاستشارات التابعتين لبنك الاستثمار القومي، حيث أكدت المشاط أهمية دور شركة NA Capital التابعة لبنك الاستثمار القومي في تعزيز ودعم رؤية الدولة لتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. قام وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي بزيارة تفقدية لشركة الإسكندرية للحراريات والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية. وخلال الزيارة عقد الوزير اجتماعا مع مسؤولي الشركة، استعرض خلاله نشاط الشركة في مجال صناعة الحراريات والسيراميك ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنتاج والتصدير ومنتجاتها المتنوعة والتي تدخل في العديد من الصناعات، كذا مساهمتها في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والرؤية المستقبلية والفرص الاستثمارية. اتسم أداء الدولة في إدارة ملف علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي بسرعة الاستجابة، حيث لم تستغرق مصر كثيرا للتحرك في الملف منذ تعالت مناشدات الأهالي لتوفير العلاج لذويهم. وخرجت للنور في يوليو عام 2021 المبادرة الرئاسية لعلاج المصابين بهذا المرض، ويحتفل العالم في 7 سبتمبر كل عام باليوم العالمي للتوعية بمرض ضمور العضلات. مع وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني الذي وفته المنية اليوم عن عمر ناهز 90 عاما. قال إن الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة، ليرحل تاركا بصمات لن تمحى على الساحة الفنية، وذلك من خلال أعماله المتميزة التي أسهمت في إثراء الثقافة البصرية على مدار عقود. إنا لله وإنا إليه راجعون. We'll be right back.
صدر القطاع السياحي القطاعات التي سجلت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2022-2023 بنحو 28%، وتستهدف الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري استثمارات لقطاع السياحة بنحو 72.4 مليار جنيه. الدولة تضع صناعة السياحة في مصر على رأس أولوياتها، وتبذل جهداً كبيراً لدعم هذه الصناعة والنهوض بها. وفي هذا الإطار تبذل الدولة جهوداً مكثفة لرفع إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. السياحة المصرية على موعد مع طفرة في الأعداد والإيرادات رغم التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط التي أدت إلى عدم جاذبية المنطقة أمام السياحة العالمية باستثناء مصر، حيث يتوقع أن تتصاعد الأعداد سنوياً لتصل إلى 15.7 مليون سائح مع نهاية العام المالي الجاري. هذه الأرقام جاءت وفقاً لبيانات حكومية خاصة مع كشف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري عن استهدافها لتحقيق استثمارات بقطاع السياحة بلغت نحو 72.4 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 44.9 مليار جنيه استثمارات متوقعة للعام المالي 2023-2024 بنسبة نمو بلغت 61.2%. كما تشكل استثمارات القطاع الخاص الشطر الأكبر منها، حيث تقدر بنحو 70.8 مليار جنيه. صناعة السياحة في مصر حققت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها، والتي تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة، بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى 30%. وقد جاءت المحاور الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، وتحول دون الوصول إلى المستهدفات من زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها التي تضم العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة بها. منذ ثورة 30 من يونيو، والدولة المصرية لا تدخر جهدا لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين والعمل على إزالة المعوقات. هذا وقد أطلقت مصر حزمة من البرامج والمبادرات الرئاسية التي تستهدف المرأة على وجه الخصوص، حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية حوالي 89%. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية. لم يتبقى فقط إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عرض. رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج. تنديد دولي بمقتل الناشطة الأمريكية بالضفة الغربية برصاص الاحتلال، ومنظمات تصف دمار جنين بالأشد في المنطقة.
الجزائريون يدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. في تمام السادسة جولة إخبارية مجددة إلى الملتقى.